شاهد سلسلة سكيبي دي تواليت والبعض ممكن مرت عليه أحد الحلقات المجنونة التي كان يتدارب فيها رأس مرحاض مع رجال برأس كاميرا، وأحيانا برأس سماعة، وأحيانا برأس تلفاز، وأحيانا برأس هاتف. لا يا جماعة، هذا ما كان موجود في السلسلة، بس ممكن نراه في الحلقات القادمة. كل شيء ممكن. وفي كل مجموعة نجد شخصيات مختلفة مثل رؤوس المراحيض ورجال الكاميرات، فيهم أربع شخصيات مختلفة، ورجال السماعات الذين لم يظهروا حتى الحلقة 24، واستمروا في الظهور بشكل مختلف حتى الحلقة 28 الذي ظهر فيها شخصية عملاقة من رجال السماعات، وكان هو زعيم المجموعة الذي سنتعرف على كل ما فعله في هذه السلسلة وقصة رجوعه من الموت، حيث أن نسبة كبيرة منكم قام بالتصويت له في المنشور الذي نشرته. فبعد ظهوره أصبحت جميع حلقات هذه السلسلة مشوقة، لأن شخصيات المرحاض لم تكن قادرة على القضاء على زعيم السماعات، وكان هو أقوى شخصية في السلسلة، لكن الحقيقة أنه كان لا يعلم بالخطة، وهذه الخطة ستغيره إلى وحش لا يرحم. لأن الحلقة 30 قام هذا المرحاض العجوز بصنع شخصية سيطرت على عقول أعدائه، وكان يتحكم فيهم ويجعلهم يقاتلون في صفه ويدمروا أصدقائهم بلا رحمة، وكانت هذه الخطة ستغير كل شيء في هذه السلسلة. ففي الحلقة 32 وفي معركة بطولية لزعيم السماعات، استطاع هذا العجوز المخترع تطبيق خطته التي غيرت بطل السماعات إلى شخصية قاتلة، وتم التحكم فيه والسيطرة عليه، واستغلوا قوته في تدمير رجال السماعات والكاميرات، وأصبح يقاتل في صفوف المراحيض، واستطاعوا الفوز في كل المعارك حتى الحلقة 35. استطاع في هذه الحلقة رجال الكاميرات إيجاد سلاح للقضاء على الشخصية المتحكمة، وكان في هذا السلاح أمل كبير في إنقاذ زعيم السماعات، لأنهم استطاعوا تحرير جميع المصابين، ولكن في الحقيقة لم يكن هذا السلاح قادرا على إنقاذ الزعيم، لأنه كان أقوى وكان يملك الحماية من الهجمات. وبعدها قام رجال الكاميرات بتطوير السلاح في الحلقة 38، وأحضروا نسخة أكبر لتكون الحل الوحيد، لكن شخصية زعيم المرحاض قام بحمايته ودمر هذا السلاح ليستمروا في السيطرة على زعيم السماعات وقتل رجال الكاميرات. وقد فازوا بعدها في معظم المعارك حتى ظهرت الشخصية الأقوى في حلقة 41، وكانت شخصية زعيم التلفاز الذي تدخل في هذا الصراع ليقوم بإنقاذ زعيم السماعات، حيث أن شخصيات المراحيض لم يكونوا يريدون من زعيم السماعات مواجهة التلفاز، أنهم كانوا يعلمون أنه لا يستطيع القضاء عليه. فقام عجوز المراحيض المخترع مجددا بوضع خطة أخرى للقضاء على هذا التلفاز أو السيطرة عليه. فالخطة كانت أن يطلقوا زعيم السماعات ليكون طعما ويحضر التلفاز إلى منطقة شخصيات المراحيض، وبعد المواجهة لم يكن زعيم التلفاز يريد إيذاء زعيم السماعات، وكانوا يحاولوا نزع الشخصية الطفيلية من رأسه، وهذا ليساعده في العودة إلى طبيعته، لكن هذا الطفيلي كان يتحكم فيه وقام بالهروب، حيث أنه قام باستدراج زعيم التلفاز إلى المنطقة التي كان يريد زعيم المراحيض مواجهته وزرع الطفيلي في رأسه. وبعد المواجهة في هذه المنطقة قام زعيم السماعات بتكسير شاشته ليصبح ضعيفا، وقاموا في هذه اللحظة بإطلاق الطفيلي الذي كان يريد تهكير زعيم التلفاز، لكن خطتهم فشلت ولم يقوموا بالسيطرة عليه، وحتى هذه اللحظة لم يكن زعيم السماعات يتحكم بنفسه، وكان يعرف كل ما قام به ويرى أنه دمر أصدقائه، لكنه كان يتعرض للسيطرة على أفعاله. ومن هذه الحلقة اختفى زعيم السماعات وزعيم المرحاض ليقوم هذا المخترع العجوز بتطويرهم، لأنه كان يعلم أن رجال الكاميرات والسماعات سيعودون مجددا لإنقاذ زعيمهم، حيث أنهم بعدها قاموا بتطوير شخصية زعيم الكاميرات الذي ظهر في الحلقة 50، وكان يبدو أنه أقوى من باقي الزعماء، وكانت مهمته في هذه الحلقات هي إنقاذ زعيم السماعات من سيطرة المراحيض الذي عاد مجددا في الحلقة 56، وكان يبدو متطورا عن الشخصية التي كانت من قبل، وأصبح أكثر شرا وتدميرا. وفي الحلقة 57 قامت المواجهة بينه وبين زعيم الكاميرات الذي أتى إلى إنقاذه، لأن زعيم الكاميرات لم يكن يستخدم أسلحته وكان يريد فقط الوصول إلى الطفيلي موجود على رأسه.
لكنه قبل أن يتم إنقاذه دهر زعيم المراحيض وكان متطورا بعد غيابه، وقام بمنع زعيم الكاميرات من إنقاذ زميله. وظهر بعدها في هذه المعركة شخصية الكاميرا المغامر الذي سنتحدث عنه في الحلقات القادمة، وهو شخصية بطولية من رجال الكاميرات الذي ضحى بنفسه في هذه الحلقة لكنه لم يستطع نزع الطفيلي. وبعدها نلاحظ أن زعيم الكاميرات استطاع التغلب على زعيم المراحيض وكان هدفه هو إنقاذ زميله، حيث أنه كان مصرا ولم يستطيع أحد إيقافه رغم أن خطة المراحيض التي كانت في الحلقة 47 عادوا تطبيقها في هذه المواجهة وأرادوا السيطرة عليه، لكنه كان يعلم بخطتهم الشريرة. وبعدها ظهرت شخصية من شخصيات التلفاز تسمى وومن تي في، واستطاعت هذه الشخصية الوصول إلى الطفيل وأراد زعيم السماعات نزعها، لكن زعيم الكاميرات تحكم به أخيرا، وتم بعدها إنقاذ هذا الزعيم أخيرا بعد معاناته التي لاحظناها على ملامحه بعد أن رأى زملائه الذي دمرهم ولم يكن يستطيع إيقاف نفسه، وتذكر في هذه اللحظة كل ما فعله بسبب سيطرة المراحيض عليه. نشاهد الآن أنه يقوم بالانتقام لأصدقائه ويؤكد أنه سيحرر الجميع من هذه الشخصيات. وهذا يا جماعة المشقلبين كان ملخص قصة زعيم السماعات العائد من الموز، وما زالت هذه السلسلة مستمرة وسنشاهد أحداث جديدة في الحلقات القادمة، وطبعا راح نعرف في نهاية مصير شخصيات المراحيض التي انتشرت في هذا المكان. فإذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا تذكروا لي في التعليقات إيش هي الشخصية التي تريدونني أن أتحدث عنها في الحلقة القادمة، ولا تنسونا من دعمكم الأصول. نشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم.